أول غذاء يجب أن يتناوله الناس هو الحب، يشمل النشويات قمح شعير ذرة رز وكذلك الدخن يعني اللي نسميه بالدارجة إلان، والقطاني وهي الحمص والعدس والفاصوليا والفول. ومن يعني يعتمد على اللحوم كأساس في التغذية هو خاطئ. كل الأمراض الآن المترتبة يعني لحم، منها أمراض القلب والشرايين، كوليسترول، منها الشحوم في الدم، منها ارتفاع الضغط، منها السمنة، يعني منها حتى الآن أمراض المفاصل، منها بعد الأنيميا، منها الجهاز الهضمي، منها الربو، منها الحساسية، منها سقوط شعر، يعني منها أمراض الجلدية، منها كل شيء الآن، حتى الرضاعة. النساء الآن أصبحنا لا يرضعن أطفالهن، ولكن هذه اللحوم إذا كان أصحابها يعملون وإذا كانوا يحرقون هذه السعرات الحرارية فهي كذلك لا تضر الجسم. إذا كان الناس يأكلون لحم كثير ولا يتحركون، يعني جالسون ويأكلون لحوم، طبعا يصابون بوليات وبكوارث صحية.